السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، ونحن نتحدث عن مسألة هروب الكبرانات من الجزائر، هذه العملية التي ازدادت بشكل كبير مؤخرا، وهي تؤكد على أن هذه الكبرانات أيقنوا واستيقظوا على واحد الواقع مرير ديال انهيار المنظومة الصحية الاقتصادية، المشاكل الأزمات المظاهرات المستمرة حتى هذه اللحظة في الجزائر. أضع بين أيديكم هذه التفاصيل المهمة حول واحد الجنرال من بين العديد من الجنرالات في الجزائر اللي قاموا بهذا الأمر، الذين هربوا إلى الخارج وقاموا بشراء جنسيات مزورة باش أنهم يهربوا الثروة ديالهم التي نهبوها وسرقوها من المناصب اللي كانوا فيها في الجزائر وهربوا إلى الخارج. هذا الجنرال سميته غالب القصير، قائد سابق لما يسمى بالدرك الوطني، هرب من الجزائر ومشى لواحد الدولة سميتها فانواتو. هذه الدولة هي جزيرة جات بالقرب من أستراليا. هاد فانواتو كتبيع الجنسية مزورة ب 130 ألف دولار أمريكي. 130 ألف دولار أمريكي، غادي تمشي للدولة غادي تشري الجنسية ديالها، وهذه الدولة كتسهل المأمورية ديال أنها يعني الأشخاص اللي كيشريو الجنسية ديالها كيهربوا الثروة ديالهم ليها، او الى عندهم شي شركه وهميه او شي املاك او شي يعني عده امور كتسهل عليهم على انهم يهربوا هاد الممتلكات. اكثر من ذلك، هاد الدوله الى شريتي الجنسيه ديالها عندك الحق تدخل للدول ديال الاتحاد الاوروبي. اذا لائحه ديال الاشخاص الذين قاموا بشراء الجنسيات ديال هاد الدولة سربت أسماءهم في واحد اللائحة ديال صحيفة غارديان البريطانية، ومن بين الأشخاص اللي مشى شرا الجنسية المزورة الجنرال علي بالقصير، قائد ما يسمى أو قائد سابق لما يسمى بالدرك الوطني الجزائري. إذن هاد خونا هاد هرب من الجزائر، مشى شرا هاد الجنسية، هرب الأملاك ديالو والثروة ديالو اللي جمعها في الجزائر عن طريق النهب والسرقة وما إلى ذلك، وهرب أيضا بالوثائق الخطيرة ديال الدرك والجيش الجزائري. هادو هما الكبرانات، هادشي اللي كيعرفوا يديروا. كما قلت لكم سابقا، الآن كاين هناك صراع ديال الأجنحة، فاش كيشوفوا أن شي جناح بدا كيخسر، هادوك الكبرانات اللي في داك الجناح كيشدوا البلايز ديالهم وكيشدوا الحوايج ديالهم والأملاك ديالهم والثروات ديالهم، كيمشيو كيقلبوا على جنسيات مزورة باش يشريوها ويهربوا هادشي كامل اللي عندهم من تماك. هذا هو حال الجزائر واللي حاكمين الجزائر، وهادشي علاش هاد الدولة معمرة ما غادي توقف على رجليها، بل غادي تمشي بشكل مستمر نحو الهلاك ونحو التهلكة بسبب هاد الغباء ديال الكبرانات اللي حاكمين، اللي ما همهم سوى السرقة والفساد والصراع من أجل السلطة والأملاك ديالهم والثروات ديالهم. إذن ها هو واحد دليل آخر على أن هاد الكبرانات يهربون إلى الخارج بشكل متتابع، كيمشيو كيهربوا كيشريو الجنسيات كيهربوا الأملاك ديالهم والممتلكات ديالهم، ولا يهمهم أصلا ما يحصل في الجزائر، لا يجعلها يعني تحرق عن بكرة سئابها، ما كيهمهمش شنو واقع تما. الناس تموت ما تموتش، واكلين ما واكلين، شاربين ما شاربينش، الأهم اللي أهم حاجة عندهم هو أنهم يشدوا الثروة ديالهم ويهربوا على برا. وهادشي اللي كاين، هذا هو نظام الكبرانات بخلاصة. إذا متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.